أنا اشتقت لكم كتير قد الدنيا، واليوم عن جد كلني حماس وطاقة إيجابية إني أرجع أطل عليكم بحلقة جديدة من بهار ونار مع الشيف هانيا، يلي طبعا مثل العادة دائما بتوعد وما بتخلف. ليه؟ لأنه إحنا خبرناكم من الأسبوع الماضي، من الأحد الماضي صح اللي قبله، إنه بدنا نكمل كل وصفات الأكل التركي. اليوم رح نكون معكم مثل العادة لمدة ساعة من الوقت. ما تنسوا إنكم تشاركونا من خلال صفحة عمان تي في أوفيشال على الفيسبوك، وبدي منكم كمان تكثفوا من المشاركة من خلالها. ليه؟ حيكون في نهاية حلقتنا اليوم باكج مقدم من منتجات الكسيح الغنية عن التعريف اللي بنستخدمها بكل التفاصيل بوصفاتنا، ورح يكون كمان في معانا من عند ديرما جلو زي ما انتم عارفين تقشير كربوني لحتى تبهجوا، لحتى تنوروا بموسم الاعياد المجيدة وراس السنة الهجرية الميلادية انعجقت، صارت كثير معجوقة اليوم تمارا، هي انعجقت لاني انا اشتقت لها كثير. انا عم والله حاسة حالي لي ألف سنة لك حبيبتي، بس ما سألتيني ليش غبت عنكم هاليومين؟ ليه؟ امتحانات والله. بتعرفي بحل امتحانات انا بشوفك على السوشيال ميديا قاعدة مع اولادك على هاي، والله الصراحة حاسة فيكي عشان تشوف وليش عنا نفس الإشي، بس والله ما هي الجنة تحت أقدام الأمهات. على العموم صرنا موجودين معاكم مباشرة على الهواء على صفحتنا على الفيسبوك. بدي أفوت هلأ أشوف قديش عدد المشاهدات، بدي تكثفوها، بدي تزيدوا من الشير وتوصلوا الحلقة لعدد كتير كبير من المتابعين، وبدي منكم كومنت لأي سؤال بتحبوا تسألوه للشيف هانيا. أنا جاهزة قد ما بقدر، رح أقرأ ورح أوصل لها الأسئلة. جاهزة؟ جاهزة أكيد. أنا سمعت إنه في مرقة اليوم وفي أشياء عجينة في اليوم أشياء أكلات تركية اليوم، بدنا نكمل تركي. يلا. فعاملين الفطيرة التركية وعاملين الكسر. إيش هي؟ كسر. كسر وبابا أبصر مين وماما أبصر مين. اللي هي اللي هي سلطة تركية هي. بتشبه الإيتش كمان، في واحدة اسمها إيتش. المهم إنها هي برغل وهيك كتير كتير زاكية. برغل خلاص بتفوزي. بحب البرغل. بفوز طب يلا مني حب. بعدين لأنها الدنيا الصراحة برد اليوم الصبح، قد ما لقيت الدنيا برد برد برد، وقاموا الصبح بيقولوا لي بنات اليوم إيش الشوربة؟ قلت لهم شوربة عدس تركية. برافو. فاليوم برضو عاملين معاكم شوربة عدس تركية، وعاملين حلو اسمه سوتلاتش. اللي هو السوتلاتش. انا بحب حلقات تمارا اجيب لها هيك كلمات غريبه. بصير اقول لهم شو السوتلاتش؟ بتقول الشيف هانيا انه هو عباره عن رز بحليب. ما له رز بحليب، رز بحليب، رز بحليب، صح ولا ما هي عشانها حلقه تركيه بدنا نحكي لهم كلمه تركيه صح. هيو 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 يا جماعه الخير هيو ها. بدي اخذ لكم اياها على اي كاميرا، كاميرا بندر. بندر بالله ما هو رز بحليب عن جد. سكوتلاتش ولا بعرف شو هو. طيب ايش اول وصفه؟ لا هو رز بحليب خلينا نقول. عن جد مالها ماما بتعمل رز بحليب. احنا حتى نحسسهم انهم هم سافروا راحوا على تركيا يا تمارا. قلتك والله الواحد صار ناطف قلبه يطلع على المطار، مش يطلع من المطار، يطلع على المطار. طيب راح نبلش معكم معناته حلقتنا الفطيره. الفطيره يلا جو اهد بالفطيره يلا. الفطيرة التركية رح تحتاجوا للعجينة كوب حليب دافئ من المها، معلقة كبيرة سكر شعبان، ومعلقة كبيرة من الخميرة، واثنين كوب طحين، ومعلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوب لبن من المها، وربع كوب زيت شعبان. أما للحشوة رح تحتاجوا ل 500 جرام صدر دجاج مسحب طبعا من العز، بصل مفرومة، فطر مقطع، ربع كوب ذرة، كوب فليفلة ملونة من طبعا مفرومة، ربع كوب جزر مبروش، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة زنجبيل. ورح تحتاجوا لنص معلقة صغيرة بهار دجاج، ونص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود من الكسيح بيضة، ومعلقة صغيرة من الخل، جبنة صفرة مبشورة من المها، جبنة موزاريلا، حبة البركة للوجه، وسمسم للوجه. انا اعتبرت حالي سافرت على تركيا، بس ما شاء الله يعني ايش الانجريدينتس تركيا. خلاص يا جماعه تركيا. اليوم مش ضبط معي الحروف. خلاص حسابيه يعني الصبح اليوم بدها حلو تمارا الصبح. والله كنت بحكي عم نحط الميك اب لانها تعبت، كان عندها امتحانات وخلصت الامتحان اللي كان هيك لهم. هلا بفرجيكم، فهي خلص هلا بدها تنطلق اليوم. هلا بفرجيكم الحل اللي حليته الصبح، وفنانه بعدين بعمل خطوط بالبنك وماث كمان، يعني مش اي امتحان، امتحان ماث يعني مش شيء سهل الصراحه. طب يلا هنيتي خلينا نحكي على الفطيره. هلا الفطيره صح انتم شفتوا مقاديرها كثيره، بس هي صراحه مش كثار. هي اول شيء بدكم تعملوا عجينه، يعني كثير كثير بسيطه، هي بس بدكم تعملوا عجينه، واذا بدكم تعملوها بجاهزه بتقدروا، بس انا حطيت لكم اليوم الطريقه المضبوطه تبعتها. وفي لها حشوه بدها تتقلب فيها، هي الناس بيعملوها بعده طرق، يعني في ناس بيعملوها بالدجاج، وفي ناس بتعملها باللحمه. احنا اليوم اخترت نعملها بالدجاج. اللحمه مفرومه ولا لحمه؟ لحمه مفرومه. أوكي. مفرومه.
وبعدين بتنعمل هالتارت وتنحط بقلبها الخلطة اللي بدنا نعملها، وبعدين كمان مرة عجينة وبينحط على الوجه جبنة وحبة البركة وسمسم، كثير بتشهي صراحة. كل إشي بيتخن موجود بتشهي بس هي بتنقطع هيك، انت بتاخدي منها هيك قطعة صغيرة. طيب هلأ بالنسبة للعجينة أنا محضرتها، بس بدي أحكي لكم كيف طريقتها. أنا بجيب حليب المها، بحط حليب المها تقريبا كاسة، بدفيها بتكون دافية، وبحط فيها بخمر فيها الخميرة مع السكر لحد ما تخمر. أوكي. بكون حاطة بزبدية تانية عندي الطحين مع البيكنج باودر مع الملح، وبحط لهم كمان من لبن المها، لأنها أنا بدي إياها تطلع هيك طرية كتير العجينة. فبحط معاها من لبن المها شوي تقريبا تلت كاسة، وتلت كاسة زيت شعبان، بخلطهم مع الطحين، بعدين بنزل عليهم الخميرة وبخلطها كلياتها، بتطلع عندكم هيك عجينة عن جد عن جد زي القطن هيها. وقديش تقريبا ريحتيها؟ تقريبا ساعة مع الطقس هذا، يعني محل دافي، انا حطيتها قريب على الصوبة او على التدفئة. خلص تمام، هاي هي. فهي سهلة كثير، وكثير مهم عن جد انكم تحطوا فيها اللبن او الحليب، لانه كثير بيعطوها طراوي. عن جد طراوي عظيمة. طب هلا عبين ما نعمل هاي، بس قبل ما نجيب المرق وهيك، خليني ابدا بالخلطة اللي رح نحطها بقلبها الحشوة. يعني انتوا فكرتوهم كتار، بس هم اطلعوا عليهم، هي بغركم انها كتار، بس لانه الفليفله فيه كتير الوان. احنا مقسمينهم بس عشان السيت اب، يعني نوجهكم معنا. طيب هيك عم بيسلموا عليكي هون، نوره بتقول لك منوره ويسعد لي صباحك، اجواء بتجنن منكم يا سهى، شكرا كثير لك. وطبعا ناديه شكرا كثير، سمتك فراشه المطبخ وانا العسل تبع المطبخ. تعالي هلا، والله انك انت عسل. لا بقيني الصراحه احنا التنتين مع بعض زي هيك حبيبه قلبي. طيب هلا حميت مقلايتي، رح احط فيها زيت شعبان. هاي كميه منيحه، وبعدين رح انزل عليهم الدجاج. الدجاج انا مقطعته طويل زي ما انتم شايفين، وحط عليه شويه زيت وشويه بهارات. اوكي رح اقليه. سلوى عم بتقولك نقدر نحط زبدة؟ نقدر نحط زبدة أكيد سلوى. نخلطها مع زيت شعبان؟ أنا الصراحة سلوى بخلط زيت مع زبدة الاثنين مع بعض. رح أنزل عليهم البصل حتى يتقلوا مع بعض. هلا أنا دائما عشان تركيا شيف سوري إن محمد بتقولك خذونا معكم. والله يا ريت يا تعالي محمد، هاي أنا وتمارا رايحين. بس ما تصدقونا. وهي رح نحط هلا الدجاج، هي بسرعه رح ياخذ لون عندي، ما رح يطول لانه هو اصلا مقطع صغير. اوكي فرح احطه هيك، رح انزل عليهم الفليفله الملونه، هي اللون الاخضر واللون الاحمر. انا بحب الصراحه انه دائما هيك يعني الفليفله بتعطي هيك بتعطي روح بتحسيها، بس هلا ميتها بتنزلها على الدجاج بالسرعة. شايفين خطيرة خطيرة تمارا، خلص خبرة عن جد، لازم نروح أنا وياك على تركيا. طيب نبدع بالأكلات التركية هناك، نروح يعني هلا نلف على المطاعم اللي هناك أنا وياك. صح تركيا لما بطلع لي بس أرجع من هون. بس بدي أسألك شيف، هلا الأكل التركي هو كتير بيشبهنا بطبخاتنا بخضارنا ببهاراتنا. صح مزبوط، كتير كتير في شبه. هلا رح انزل او خليها شوي الجزره، رح احط الذره. اوكي معهم انا الجزره بارشتها فما رح تاخذ كثير وقت عندي، يعني لازم نبرشها اسهل. بتعطي لون احلى. انا طيب. مقليه شوي دجاج بالبيت عشان نختصر الوقت تبع التقلاي وتصير جاهزه. هيها والله ببقى والله انها شافت دمها خفيف. هلا انت بتقولي بالبيت، يعني اي ساعه بتصحي بالله من غير شر حتى اعملهم من بكير. شفتوا النسوان؟ شفتوا والله شفتو. وغير هذا عندنا امتحانات فاينلز كمان. والله بلشتوا؟ احنا بلشنا طبعا. طب هلا حطيتهم، رح انزل عليهم الجزر كمان. قلتي مبشور عشان يكون عشان اسرع، عشان يعقد ويكون اسرع، لانه اذا نحط يعني ممكن تحطوه مربعات صغيره بس رح ياخذ وقت اكثر بالسوا، فبتحطوه ساعتها بالاول او انت عمالكم بتقلبوا الدجاج بتحطوه. طيب احلام اهلا وسهلا فيك، ووصلك كمان سؤال بيقولوا لك ما حطيت البهارات وانت عم تقلب الدجاج. هيني رح احطهم هلا. مزبوط انه هو تكنيك، يعني بعد ما تحطي كل خضره بتحطي البهارات عليها؟ لا بتقدر تحطوه بالاول او هلا، بس احنا بما اننا لساتنا عمالنا بنقلب رح احطه هلا. طبعا حطيت، بدي احط ملح من الكسيح، وبدي احط بودره ثوم عليهم. اوكي هيها، ورح نحط كمان زنجبيل. ضروري الزنجبيل؟ ضروري والله، مع انه في ناس ما بحبوه هون ولا بحس فيه. انا بكارفي ورح نحط كمان كمون. اوكي شوي بس، شايفه كيف المقادير قليله. ورح احط فلفل اسود من الكسيح
وراح نحط بابريكا. ملكة البابريكا. يبي شو بحب البابريكا. ولا وصفة من غير البابريكا. أنا لازم بابريكا. طيب أنا هلأ بالشوربة كمان رح نحط بابريكا. الشوربة مش زي الشوربة اللي بتعملوها دائما، فيها إشي هيك مختلف عن شوربة العدس. البابريكا. لا بابريكا فيها إشي تاني كمان. طيب أنا بدي أرجع أذكر كل اللي بيتابعونا شيف بأنه إحنا اليوم بدي منكم تكتفوا من مشاركتكم على صفحة عمال تي في أوفيشال على الفيسبوك، شير وكومنت أي سؤال أي استفسار أنا جاهزة أوصله للشيف، وبحب منكم تعملوا أكثر من مرة شير لحتى ينزل اسمكم بالسحب بنهاية الحلقة، وتقدروا تربحوا معنا باكج مقدم من منتجات الكسيح، أو تروحوا تعملوا تقشير كربوني من عند ديرما جلول اللي أنا متأكدة بس توصلوا على العيادة ممكن تعملوا بوتوكس فيلر كمان، تعملوا ترطيب للبشرة وأشياء كثير حلوة. كثير حلوة العيادة، أنا هذيك المرة رحت عليها حتى صورت لكم على السوشيال ميديا. كثير مرتبة، اللي بالطاقم كله كثير كثير بروفيشنال الصراحة، هو جمالها هي واضح. لا عن جد انهم ما شاء الله كثير كثير شاطرين، وعندهم كمان الحلو انه عيادتين فالواحد بيقدر يروح على اللي اقرب له. طيب هون في سؤال بيقولوا لك مو احسن البهار يتحمص قبل ما الدجاج تفوح ريحته اكثر؟ يعني انا بحمصه مثلا بالاكلات التركيه، بهاي الاكلات اللي بدي الريحه كثير كثير تكون انها قويه. بس بهاي الاكله لا، انا بحب احطه بعدين عادي. ما بتفرق عادي يعني، اصلا الدجاج انا لما نقعته كنت حاطه عليه شويه بهارات من نفس هاي البهارات اللي احنا استعملناها هلا، فما في اي مشكله. هيها أوكي. هيك انت كيف شام الريحه؟ بتجنن. خلص هي هاي المهم. هلا هيك انا قليتها، رح اتركها شوي لتبرد عشان ابدا احشي فيها العجينه. طب كيف قدرت تعرف انه الدجاج استوى؟ تقريبا هي مستوي، وهي رح ترجع تقعد كمان نص ساعه بالفرن رح تستوي اكثر، بس هو هيك يعني ما بدي اياه يطلع ناشف. هلا هي الفطيره تبعتنا فيها جبنه بالاخر. انا مستعمله اليوم جبنه المهل هاي اللي استعملتها، التشيز التشيدر المطبوخه زي هاي انا مستعمله. حطيت من هاي وخلطت معاها كمان موزاريلا، يعني حطيت من الشكلين معاها، حطيت من هاي وحطيت كمان موزاريلا. طيب ممتازه هيها. طيب هلا المشروم كيف بتحطيه؟ احنا نسينا نحط المشرومز، هاي رح احطه زي ما هو، حتى لو حطيته بالاخر عادي عشان انا ما بدي اياه كمان كثير كثير ينشف، يعني بدي يضل هيك في طراوه في رطوبه. فهيها لانه هو بيستوي بسرعه، هو بيستوي كثير. وحتى لو انه انتم مثلا حبيتوا انكم تحطوا المعلب برضه بصير، انا غسلته طبعا. انا بدي اهنيك على السيت اب، يعني ما شاء الله عليكي، شو خطر لك انت بهالسيت اب؟ انا كثير متاثره باشياء تركيه لانه كنا نجيب اغراض منها. بحبها الصراحه. شكرا لك كثير يا ناهد حبيبه قلبي، ناهد الزعبي يعطيكي الف عافيه. كمان بيان اذا عندك اي سؤال او اي استفسار احنا جاهزين. نورة شكرا لك. كمان بدي أقول لأنور أهلا وسهلا فيك وشكرا لمتابعتك. شو الجوائز؟ الجوائز زي ما خبرناكم، بدي منكم بعد الفاصل مباشرة تكتفوا من مشاركتكم على الفيسبوك بالشير والكومنت واللايك لتقدروا تربحوا معنا في ختام حلقتنا باكيج مقدم من الكسيح أو حتى كمان من عند ديرما جلو، تربحوا تقشير كربوني. نطلع؟ نطلع وأنا بالفاصل بس ترجعوا، رح أكون رقيت العجينة وحضرتها باللي رح نحطها فيه. أوكي ونرجع معكم. برافو. عم تتغنى تمارا، عم تتغنى. أجمل في البرنامج أني باكل. لا أحبته. رجعنا لكم. اسمع والله تمارا قالت لي أنه طيب خلص نيفا، لأنه كمان دجاج العز رائع. بدي أذكركم أنه فيه له 90 فرع، والفرع الجديد موجود هلا عند اسواق السلام بمنطقه الجندويل، بتروح بتاخذوا اللي بدكم اياه من عنده وبتنزلوا التطبيق اللي موجود على الشاشه، وبكل بساطه بتطلب اللي بدكم اياه اونلاين على البيت، ودائما في خصومات واسعار. استنوا طلع في استنوا استنوا في جبنه طبعا لسه فيها جبنه. طب كيف خليتيني اكل من غير ما ادوق الجبنه معها؟ انت متسرعه يا تمارا، متسرعه ما في يعني ما ادري مشكله بسيطه حالك. بسيطه طيب رح احط الجبنه عشان بدي اياهم كلهم يشبكوا مع بعض، الدجاج مع الخضره مع كل شيء هيك. هي لازم بالاخر تنحط حتى هيك بس تمسك هيك تمسكهم كلهم مع بعض، والباقي رح احطه على الوجه. طيب هنونتي عبال ما انت تظبطين العجينه، بدي ارجع اذكر كل اللي بتابعونا بدي منكم تكثفوا المشاركه على السوشيال ميديا كثير على صفحه عمان تي في، بدي شير كومنت ولايك لتربحوا معنا في ختام حلقتنا، رح يكون في معنا اثنين من الرابحين باكج من الكسيح وزي ما انتم عارفين من عند ديرما جلو. روعه 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 بقول لك عز الدين. طب يلا ان شاء الله هيك بس يا عز الدين، يا ريتنا بنقدر ندوقكم اياها عن جد. احنا يلا يلا احنا عارفين ندوق عن جد، يا ريتنا بنقدر. يلا خبرينا شو عملتي هلا. هلا هيني عم رقيت العجينه اللي حكينا عنها بالفاصل الاول، حكينا انه كيف بنعملها. رح احط عليها اللي قلبناها الحشوه، ورح ارجع اغطيها كمان دور وادهنها بالبيض.
هاني عم ببعثوا لي اهل بيتي احفظيها للطريقه. احفظي اسمعوا كيف تعيا تمارا لازم تعملكم اياها. هيك هيك عم بصور عكس ليفون انا. يعني خلص إلك الله يا ليفون إلك صابر صابر ليفون. طيب بدي اقول لكل اللي بتابعونا صحه وهنا حسام الفارس شكرا كثير لك. ام حسام بتقولي يسعد صباحك يا شيف انت ابدعتي حبيبتي حبيبتي ام حسام شكرا. وفاء بتقول لك رح نجربها. انا بقول امي هلا اذا عندك صدور دجاج يلا جو اهيد على السريع او بيقدروا يطلبوا اونلاين صح 100% صح. بدي كمان اقول مرحبا لهبه اهلا وسهلا فيك يا هبه. جوهر سهى بتقول لك شكل هالاكله زاك كثير ولا لا يا تمارا؟ والله انها ايش بتزكي نيفا نيفا نيفا, نيفا. هلا بتقدروا يا اما بتسكروها هيك يا اما بتسكروها بطريقه ثانيه اللي هي هيك انتم الطريقه اللي بتحبوها. اذا زي ما خبرناكم اليوم الوصفات كلها تركيه بحت بحته فعلا. طيب هلا رح نعملها هيك. هلا من الاشياء المهمه اللي لازم تعملوها انه تعملوا فيها فتحات. ليه؟ لانها هي اللي جواها رح يغلي هلا ورح يبدا يطلع هيك ورح تنفخ عندكم كثير فلازم تعملوا فيها هيك فتحات صغيره عشان لما بدها تتهوى ما يعني ما تطلع هيك عندكم خلص ترجع تضب. طيب رح ندهنها بالبيض. هانيه بتحبيني ولا بتكرهيني؟ بحبك كثير. طب ليه بتعملي هالوصفات بوقتي؟ اعمليهم مع دانا عشان الدسمه. دانا كمان بخاف منها بقول لازم اعملها حساب عشان هالنيوتريشنست. انا عادي ازيد وزني ما فيش مشكله. لا لا بتسيطري انت شاطره شاطره تمارا هيك بتلبسي اشياء حلوين كمان. حبيبه قلبي بدي اوجه تحيه لفستاني اللي عم بلبسوني لهم فتره ومستمرين لسه. بدي اقول لك هون عم بتقول لك فوزيه ابدعتي يا شيف هانيا رائعه. شكرا يا فوزيه. وام الاء بتقول لك رح نجربها قريبا جدا جدا. رح تكيفوا عليها. انا بقول الواحد يعملها وهو قاعد بالبيت. عن جد ما اخذت معك ربع ساعه؟ لا ما اخذت شيء صراحه. وحتى ممكن انه يستعملوا عجينه جاهزه يعني كثير هلا الستات أيوة. عمالهم عمالهم بيستسهلوا. جيبوا عجينه جاهزه من المخبز من المخبز او باف بيستري او اللي بدكم اياه يعني واعملوها. هاي رح نحط عليها الجبنه هيك يا سلام. احنا انا بقول لو يخلونا. طب هاي الكميه لا كم من شخص بتكفي هانيا؟ يعني بتكفي لها خمسه تمارا ستة. تمارا تمارا اربع اشخاص اظن. اربع اشخاص اسمهم تمارا. بعدين بتقول لكم انا بنصحها كل وحده صغيره تمارا. يا سلام. هلا بنرش عليها حبه البركه وكمان بنرش عليهم سمسم. أوكي. زي ما قلنا دهنناها. انا اليوم دهنتها ببياض بيضه وحطيت عليها الجبنه وحطيت عليهم السمسم والحبه البركه. طيب شوفي شو عم بتقول لك ربا. بتقول لك بتشهي الفطيره كثير شكلها بس في مره عملتها كانت العجين معها عم بتقطع بس ناكلها. شو ممكن يكون السبب؟ بتكون العجينه مش معجونه مزبوط يمكن او انها بدها تكون مرتاحه. لازم تكون مرتاحه يعني السبب بالعجينه نفسها. بالعجينه نفسها. طيب هلا انا راح احطها بالفرن على حراره 180 تقريبا تاخذ لها 40 دقيقه هيك شيء لحد ما تستوي. شيف نعم. شوفي شو بتقول لك فيحاء. حالا راح اقوم احضرها على الفطور ان شاء الله. طب ممكن نضيف بالحشوه كريمه الطبخ يعني ممكن. بتقدري شوي بس كميه صغيره بس حتى يشبكوا مع بعض. ممكن صايمة. طبعا شيماء صايمه صايمه والله اذا بدك تحضريها على الفطور انه ما راح تاخذ منك 10 دقائق. ما بتاخذ كثير وقت. طيب هلا ناخذ وصفه الشوربه التركيه شوربه العدس التركيه. يمي شوربه العدس التركيه راح تحتاجوا لكوب عدس احمر بصله وحبه جزر وحبه بطاطا معلقتين كبار زيت شعبان ملح وفلفل اسود من الكسيح ومعلقه صغيره معجون البندوره واربع اكواب من المي. ورح تحتاجوا للتزيين معلقتين كبار زبده معلقه صغيره فلفل احمر مطحون ونعناع طازج. شيف قبل ما نبلش هيك بالشوربه عم بسالوكي هون بيقولوا لك محمد بيقول انا بالفرن ما بتزبط معي لانه جربتها مره وما زبطت معها. طب يمكن العجينه المشكله بركي العجينه ما كانت معجونه منيح مش مرتاحه بركي مش مسكرتيها مزبوط يعني ايش مش ضابط فيها. تحكي لنا ايش الاشي اللي كان خربان فيها حتى نقدر نساعدك انه ايش الحل. يعني فرطت بالهذا فرطت طلعت قاسيه مثلا. اذا قاسيه بتكون بدها مي اكثر بالعجينه. اذا طلعت عندك كثير مرطبه ورطبه وهيك معناها ميتها كثيره او معناها الحشوه اللي انت حاططيها فيها مي كثير. سلوى بدها مني اعطيكي زقفه.
شكرا يا سلوى. على سلوى فلاينج كيس لك كمان. بتقول لك جبتيها بوقتها شوربة العدس، بس عشنا وسمعنا انه يكون في زينة على الوجه. هاي انا هي شوي بتعرفي يا سلوى، انا والله استوحيت الفكرة اليوم من بناتي لما فاقوا الصبح انه ايش اليوم الشوربة، لانه احنا دائما رابطين الشوربة مع الشتاء صح مع البرد. فاليوم هيك ان شاء الله انه تعملوها وتجربوها، يعني تغيير شوي عن العدس. طيب حق بتقول لك ممكن تحط بالعجينة حليب ناشف. ممكن بس بدك تحطي طبعا تعودي بقيته ما يدافي عشان تحطي فيها الخميره. هلا انا بالطنجره اللي عندي راح احط فيها زيت زيتون اليوم، راح احط طبعا زيت زيتون من ابو عاديه صح، وراح انزل عليها البصله. هلا انا مقطعتها كبير بس انتم ما يهمكم، يعني ما هي راح ترجع بالاخر تنخلط. اذا انتم بتحبوها نوعها خشنه بتحطوا الاشياء اللي فيها خشنين. ميرنا عم بتقول لك شو الفرق يعني عندهم شوربه عدس غير عن شوربه. هي هلا راح نحكيها ايش هي الفرق. هلا اول شيء هاي فيها جزر وفيها بطاطا، والشيء الثاني كمان اللي بتفرق فيه عنا انها هي معاها رب البندوره. احنا تبعتنا ما بنحط فيها رب بندوره. احنا بنحط فيها كمون وبنحط فيها ليمون. هاي فيها رب بندورة زي هيك، وفيها كمان على الوجه رح نعمل تقلاية. التقلاية تبعتها رح تكون زبدة ومعاها فلفل أحمر ومعاها نعناع. أوكي. فهي هذا هو الفرق عن تبعتنا. احنا تبعتنا لا بتكون فيها ليمون وفيها كمون. شوف بيقولوا لك احنا زي بناتك من اول ما بنشوف الغيمه بنقول خلص في شوربه عدس في الموضوع. احنا بنحب دائما حتى على السوشيال ميديا بتلاقي الكل اول شتوه بعمان تلاقي الكل عامل شوربه عدس شوربه عدس شوربه عدس. طيب هلا رح انزل عليهم الرب البندوره من البدايه لاني بدي اياها هيك تعقد معاهم وتعطي هيك لون الاحمر الحلو. طيب وفاء عم بتقول لك بالعاده بعمل شوربه العدس احيانا بتلبط معاها. بتلبط بدك تزيدي لها مي او بتكوني حاطه فيها بطاطا كثير فنسبه النشا فيها كبيره. هلا رح انزل عليهم العدس الاحمر، انا غسلته كثير منيح. اوكي هي رح انزله عليهم ورح احط عليهم كمان المي. وين بدك اطلع؟ بطلع انا جاهزه، بس انا بدي ارجع اذكر اللي بتابعونا انا مبسوطه من الاداء على السوشيال ميديا بس بدي اياه اكثر التفاعل. كل هذا وانا غايبه عنكم 3 ايام يا جماعه، بعمل رياضيات وبعمل علوم. وين الشوق؟ وين الشوق لتمارا؟ فرجوها. طب هون بنحط عليه طبعا الملح والفلفل الاسود، هي هم اللي بنكسيح. يعني شوفوا ما حطيت فيها كثير بهارات انا، بس شويه فلفل اسود وشوية ملح. وأنا تمارا اعتمدتوا هاد كثر مشاركاتكم معنا عشان اسمعوا مني إذا ربحتوا الباكج تبع الكسيح رعت كيفوا في من هاد اللي هو ملح الهملايا. كمان ملح الهملايا لأنه هو للضغط كمان كتير مناسب إنه ما بيرفع الضغط. طيب هلأ هيها رح أزود عليها مي أكتر ورح أغطيها لحد ما هي تستوي وتصير عندي بهذا الشكل. انت محضرتي لنا جزء. انا محضره وحده. هلا هاي سميكه، هاي اللي عم تحكي عليها سميكه. هلا بتشوفي كيف رح اخففها. طب بالتسخين انا بدي اسالك، بالتسخين بالمي نزيد عليها مي لما اسخنها ثاني يوم انا بحب اعمل 10 يوم انا بحب اعمل طبختي لاسبوع فبنقدر نضلنا نسخنها بس بنزيد عليها مي. في ناس بيعملوا طنجره شوربه عدس وبخلوها طول الشتويه والله يزيدوا عليها. طيب نطلع مروتي بريك يلا. طيب رح نطلع فاصل سريع، ما تنسوا انكم ما تشيلوا عن صفحة عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، كفوا من المشاركة وبرجع بلاقيكم بعد البريك. شف هانيا وانا ورجعنا لكم من جديد ببهار ونار، ومثل ما انتم عارفين من بداية الحلقة ولكل يلي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم. اليوم عم نعمل وصفاتنا من اجواء تركية بس بكل بساطة، يعني بدل ما نروح نحجز تيكتس ونسافر من غير شر جبنا تركيا لعنا بس بالاكل. على العموم لكل يلي انضموا لنا هلا عم نعمل شوربة عدس وهي طلعت بتفرق عن تبعتنا. اسالوني بايش؟ بلب البندوره صح؟ صح مزبوط. وكمان رح نعمل لها تقلايه. مزبوط صح. اليوم بدي اعملها. هذا دليل على انه الامتحانات الفاينلز النتيجه معكي تمارا. والله بدي افرجيكم كيف حليت هلا. بدي اخلي علي يعطيني الكاميرا بس بعد ما تفرجينا انت شو تفرجينا كيف عمالك بتبدعي. طبعا. طيب هلا التقلايه تبعتها رح احط زبده. هيها. ورح انزل عليهم تعرفوا هذا الفلفل الاحمر اللي بكون هيك ما يعني بودره. اوكي بحرق نقطه مش كتير، اذا بتحبوها بتحرق بتقدروا تحطوها طبعا. اوكي خلص بس هيك بدوب الزبده ورح انزل عليهم هاي التقلايه تبعتها. بتصير كل الزبده اخذه من هذا اللون. خلص وهيك انا طفيت عليها ما في هلا نار تحتها خلص. هلا الشوربه اللي عندنا اللي هي الجاهزه رح اسكبها بالزبادي.
اشوف بدها قوامها هون بعد ما خلطتيها. انا شوي زدت مي، زدت شوي خلطتها بالخلاط يا اما يعني هذا الطويل او بمحضره الطعام. هلا هي شوي انا زدت مي زياده تهورت وزدت مي، بس اذكى لانه بنحضرها خبز هلا. صح مزبوط. يما جوعانه جوعت جوعت. هلا بدي اسكب لك، هلا رح اسكب لك صحن تمارا العدس. بالشتاء اذكى شيء. شكرا لك كثير والله يا وليد. اذكى شيء عن جد والله. طيب بما انه عم تسكبينا بدي ارجع اذكر كل اللي بيتابعونا في عندنا باكج مقدم من منتجات الكسيح في ختام حلقتنا، وراح يكون في معنا كمان مثل ما خبرناكم من عند ديرما جلو زي ما انتم متعودين تقشير كربوني للبشره، فكثفوا من المشاركه من خلال الشير والكومنت واللايك. لاي حدا عم بسالني بالسوشيال ميديا كيف نرجع نحضر الوصفات، عندكم خيارين. الخيار الاول نعم بانكم بتحضروا الفيديو اللي احنا هلا فيه لايف بضل موجود على الصفحه، والخيار الثاني فورا هلا على الصفحه رح تطلع لكم من عند قناه عمان تي في على اليوتيوب. اعملوا سبسكرايب وتابعونا باي شيء بتحبوا انكم تحضروه على اليوتيوب مباشره، بتحضروا الوصفه كامله زي ما بدكم. هي هالقناه صارت موجوده على الشاشه. طيب هلا انا حطيت التقلايه اللي على وجههم، هيها زي الرسمه صح؟ تشبه رسمه. طيب ورح نحط عليها النعناع. لا ضروري نعناع؟ يعني هي هي بحطوا معاها نعناع. جنبه بصل اخضر. هلا هو رح يسود عشانها سخنه كثير، بس عادي هلا بنرجع بنظبطها. بنرجع بنظبطها. بيبعتوا لك بيقولوا لك صار بدنا نعمل شوربه من شان الله يا شب خلاص. خلص والله عن جد قوموا اعملوا منها. يلا. اسكب لك تمارا؟ لا حبيبتي سلامتك. والله بحط لك وحده. هي جايبت لك انا. ميرسي ميرسي. يعني ضل بدك تساليني وانا اقول لك اوكي. الصراحه عمل الخير ما بده مشوره صح؟ زي اللي بس يجيك ضيوف واول مره شو بتحبوا تشربوا؟ يعني اكيد مش رح يحكوا شو بدهم يشربوا. رح يقولوا لنا ولا شيء، فتخيلي نقول لهم خلص ولا شيء. وصفاتك بتشهي عم بيحكوا لك ما احلاك هيام. شكرا كثير لك ولكلامك اللطيف. شكرا حبيبتي هيام. هي هيك تمارا وهي صحن جاهز لإلك. شوكتي معي. شوكي ما رح تفيدك اظن، بدك معلقه تفضلي. اوه حضرت الله لك يرضى معلقة. عليك يا الله. لا عم بحكي لكم شوكتي معي للفطيره. شوكي بدها شوفوا شوفوا هلا كيف بدها تذوق. والله بتعرفي شو؟ طيب هلا قبل ما انت تذوقي رح يحطوا لنا وصفه الكسر اللي هي زاكيه. والله زاكيه هاي التقلايه مش فاهمه شو هي، بس زاكيه زاكيه كثير صح؟ طب يلا صحة على الوصفة. يلا على الوصفة. بدك ليمون؟ في ممتازة والله. سلطة الكيسير التركي رح تحتاجوا لتقريبا جرام ونص كوب من البرغل الناعم، 2 كوب مي دافية، جرام ونص معلقة كبيرة معجون البندورة، تقريبا جرام ونص معلقة كبيرة دبس فليفلة، ونص كوب دبس رمان، ربع كوب زيت، زيتون أبو عادية، معلقة كبيرة ملح وفلفل اسود وهيك، وبصل اخضر مفروم، وبقدونس ونعنع وعصير، وللتزيين خس وشرحات ليمون وحب الرمان. على فكره لانه كنت ببلع ريقي ببلع ريقي، ففي كمان كمون وفلفل احمر ناشف. يعني هي كانت رح تحكيها بس كانت عم تبلع ريقها. بدي ابلع ريقي وقطعوا لها الصوره ما لحقت، بس هيني عندي ذاكره نوعا ما. يلا فرجينا. هلا بدنا نبدا. هلا اول شيء رح استعمل فيها زيت الزيتون، رح احط هلا جزء من الكميه اللي بدي استعملها. هو من عند معاصر ابو عذيه. أوكي. طيب هلا رح انزل عليه هذا هو دبس الفليفله، هذا بيعملوه اهل حلب وبيعملوه كمان تركيا، وهلا هون عمانهم بيعملوه بالاردن. اللي هو دبس الفليفله. هي رح انزل هذا ضروري يكون موجود صح؟ صراحه هو ضروري، يعني هو هي الفليفله الحلوه منشفه ومخلوطه مع زيت زيتون. اوكي. وفي كمان فلفل منشف هيك عندي. اوكي. ورح احط رب البندوره. والله شكلهم الاتراك كثير بحطوا رب بندوره. بحبوا رب البندوره كثير صح؟ هو رب ولا لب؟ قولوا لها لتمارا. انا كل مره بقولها شكل على فكره وبترك. طب وراح احط ملح رب، هي بقول لك قطيش رب خلص رب. أوكي. وهي فلفل اسود، وبحطوا لها شويه كمون. هلا هاي النكهات كلها عمالها بتندمج مع بعض كثير منيح زي ما حكينا، او رح ازود شوي ملح لاني كنت حاطه ملح الهملايا من الكسيح عم تعتمده كثير الشيف هانيا. والله الصراحه انه ممتاز، انا مبسوطه عليه. هلا بالنسبه للبرغل، البرغل بتجيبوه هم كاسه ونص وبتغسلوها كثير منيح، وبعدين بتعصروها وبتحطوها بزبديه، وبتحطوا لها تقريبا كاسه ونص لكاسه وثلاث ارباع مي، يعني هي ما بدها طبخ بس بتحطوه عليها، فايش بصير؟ البرغل بيشرب كل المي اللي انتقع فيها.
هلا عرفتي شو اخر لقب لك؟ لا ام السلطات بلا منازع. لا طب يلا حلو والله. يلا حلو ملكه السلطات بلا منازع الصراحة. من ايمان هيك عم بتقول لك دائما مبدعه بسلطاتك صراحه حبيبتي. شكرا شكرا يا ايمان. انا بحب السلطات من زمان يعني لما بديت بدايه شغلي بال2011 2012 كنت كثير كثير احب السلطات. طب هلا رح انزل البرغل اللي عندي ما رح احطه كله حصه هاي الكميه يا دوب. طيب ورح انزل عليهم هاي الخلطه اللي انا عملتها وبدي افركها منيح حتى تاخذ الطعمه منيح منيح. اوكي هيهم. هلا رح تقولوا ليش ما حطيت الليمون؟ رح احط الليمون بس بالاخر عشان الليمون من البدايه ممكن يتشتش كثير البرغل عندي ويصير هيك شوي ملبط. رح احطهم هيك ورح افركها. اوكي هيك كل النكهات عندي رح تتشرب ببعض يعني رح تاخذ طعمه البرغل رح ياخذ طعمه دبس الفليفله مع رب البندوره. بس هم بيحبوا البرغل كثير صح؟ بيحبوا البرغل كثير صح مزبوط. هلا رح استعين فيكي تمارا قولي لي انك تنزلي لي دبس الرمان كمان عليهم. يا سلام كان لازم احطه مع الخلطه. جبتيها صح هذا صح؟ ايوه صح. انا بحب اغششكم شغله ولا إشي ما بحط عليه دبس رمان. ورق عنب دبس كتير رمان كثير بحبه انا. برغل دبس رمان. هذيك اللي عملت صاجيه بدبس الرمان. عليها شو اقول لك عملت صاجيه والله مش مصدقه تمارا والله ما لقيت كل إشي بتحطوه فوق بعضه قلت يلا بحملها بجميله بالبيت. خلص دبس رمان الا ما يطلع زاكي قال. بس جد دبس الرمان كثير زاكي كثير زاكي حلوه. وهي رح نحط عليهم البصل الاخضر. أوكي. كميه منيحه بتاخذ بصل اخضر وبتاخذ كمية بقدونس كمان كتير منيحة. هيها هي رح نكمل خلطهم وبعدين رح نسكبهم بالجاط تبعهم اللي هو هناك. تمارا كتير انا ملاحظين انتوا شايفين انتوا قد ايه انا بستغل تمارا مسكينة. بس يلا مش مشكلة بسيطة كله بثوابه فعلا. طيب خلص هي هيك يلا. طيب هلا انا رح اكمل خلطهم مزبوط. رح برضو اضيف النعنع بس النعنع كان مفروض اني افرمه شوي بس ما قدرتش افرمه بكير لانه بسود. هلا رح افرمه رح اخلطها معاه رح احط عليهم الليمون ورح اسكبهم بالشط وهيك بنكون خلصناها. بنكون خلصناها تمام. بريك سريع 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 معكم لسه دقائق قليله بتفصلنا عن ختام حلقتنا. كتف المشاركه على صفحتنا على الفيسبوك لتربحوا معنا. باخر جزء من حلقتنا لليوم رجعنا لكم بوصفات من تركيا مع الشيف هانيا. مثل ما تعودتوا اليوم عم تعمل وصفات منوعه حتى شوربه العدس عملتها على الطريقه التركيه الغير تقليديه اللي احنا بنعملها يمكن ببلادنا. وعملنا هلا كمان هون سلطه مش عارفه شو هي بس هي برغل كسر. هلا كنا عمالنا بنحكي بالفاصل انا وليفون كمان هي ايتش كمان بيحكوا لها ايتش صح ايتش ايش بالارمني بالارمني يعني بالارمني مش بالارمني. طيب خلص هلا هي المهم انها برغل يا جماعه الخير وشويه رمان. طيب هلا في وصفه اخيره لنا اللي هي برضه قالت عنها برضه الشيف هانيا بس هي اللي هي الرز بحليب سمعتها. طيب سوتلاش التركي رح تحتاج لربع كوب أرز من تايجر واثنين كوب مي وأربع أكواب حليب المها، ثلاث أرباع كوب سكر شعبان، معلقتين كبار نشا من الكسيح وربع كوب حليب المها، بيضة ومعلقتين صغار فانيلا وللتزيين فستق حلبي وبندق. يلا اوكي تفضلي تفضلي. انا حلفت ما احكي ولا كلمة بالحلقه اليوم. ليه ما بدنا تحكي؟ ما بتزبط الحلقه بدون ما تحكي تمارا. خلصت الحلقه ما بتزبط والله بدونك تمارا حبيبتي. طيب هلا بالنسبه للسطلتش اللي هو التركي اللي هو زي الرز بحليب زي الرز بحليب بس بيختلفوا باشيين. هلا انا قرات كثير عليهم. هلا انا رز الحليب بحليب اللي بعمله بالبيت الصراحه بحط له مستكا وبحط له ماء زهر لانه بحس كثير بيعطي طعم وكثير فرق الصراحه بالطعمه. بس قد ما قريت على تبع التركي لقيت انه لا ما بحطوا ماء زهر وما بحطوا فيها مستكا بيعتمدوا على حلاوه الفانيلا. اوكي فمشان هيك ما يعني ما حطيت يعني بس عملت لكم اياها على اصولها. بس بدي احكي لكم قصه بتضحك اني مره وانا باسطنبول اكلناها انا وصاحبتي بمحل وكانت زاكيه بعدين بنقول فيها هذا الحكي زمان قبل ما اعرف كيف هي فحسينا فيها طعمه شيء غريب بس زاكي فرحنا لا طلعوا بحطوا فيها قطع دجاج صغيره. نعم والله ان شاء الله لا بتحطي لها دجاج. لا لا انا ما راح احط لكم. طيب هلا الرز بتجيبوه رز لازم يكون تايجر اللي هو الحبه القصيره بتغسلوها وبتنقعوها منيح بعدين تقريبا النص كاسه بدي اغليهم كاستين مي لحد ما هيك يتسبكوا. بعدها استعملت حليب المها
استعملت هذا لانه كمان هذا كان يعني الدسم كي. الدسم فيه منيح 3%، فاستعملت كثير يعني ركزت. بقولك ليش البيض؟ طيب البيض لاني انا بدي ارجع احطها بالفرن، بدي اشويها، فبدي وجهها ياخذ لون. فايش اللي عملته هلا؟ حطيت الرز بس استوى وهيك صار يعني زي ما تحكوا كانه هيك شوي بدا يفعص، حطه بنحط عليه الحليب، وبعدين رح اوكي مخبص كانه، شايفين كانه مخبص لعبتي. رح اخليه يغلي مع الحليب بهذا الوقت. هاي رح اخذ هاي اللي هي البيضه اللي عندي مع الفانيلا. فانيلا مستعمله اليوم البودره. اوكي رح احط الفانيلا البودره على البيضه ورح احركها معاها شوي. ليه حطينا البيضه؟ لاني انا بدي اعطيها هذا اللون اللي انتم شفتوه هناك معروض، مشان هيك. عم بسألوك هي زي المهلبية كمان؟ بتشبه المهلبية طبعا. حسيتها مخربشة شوي. رح اخذ من الحليب احطه على النشا هيو وهو لسه دافي، ورح احركه مزبوط، وبعدين رح اضيف الحليب والبيضة والفانيلا، رح اضيفهم كلياتهم على الحليب اللي عندي او السوتلاتش. السوتلاتش هلا بالاخر بنحفظهم منيح عشان انا وياك لما نسافر على تركيا الاسبوع الجاي طالعين. طيب السكر دائما بنحطه بالاخير. هيو يعني بس يبدا هيك يغلي الحليب عندي واحس انه خلص بدا يتسبك مزبوط، بنحط كميه السكر اللي بدنا اياها. بعد هذا الحكي بس تستوي، بدنا نحطهم بقلب الزبادي هدول. ضروري يكونوا بالفرن، بدي اشتريهم. بدهم يكونوا شيء بينحط بالفرن الصراحه. بتحطوهم بهاي وبتحطوا حواليهم، يعني لازم يكونوا غليانين ومعقدين. اوكي رح يصير قوامه سميك اكثر من هيك. رح نحطهم، بس انا عشان اورجيكم كيف تنعمل رح نحطهم هيك، ونحط عليهم المي ورا عشان ما بدي اياها تنشف كمان. هيها اوكي وخلص. شوفينا الفطيره بلاش تنحرق. ما هو هي عيني على الفطيره. انا رح نحط مي حواليهم هيك عشان ما بدي اياها تنشف، ورح احطهم بالفرن تحت الشواي. قد ايه وقت؟ تقريبا بياخذوا ربع ساعه، بعتمد انتم كمان كيف حمي الفرن اللي عندكم. يعني انا اللي عندي شوي كان بارد، اخذوا ربع ساعه، اخذ له شيء ربع ساعه. بدكم تشوفوا قديش يعني لحد ما يعطيكم اللون اللي هناك. بنزين وجهها طبعا بالفستق الحلبي والبندق. وهيك بتكون خلصت. هلا خليني ياسمين قحوش بدي اوجه لك تحيه كثير كبيره. خليني ايش تطلعيها من الفرن. اطلع الفطيره، نطلع احنا اسماء الرابحين مروتي. يلا بدي اشوف اول رابحه او رابح معنا لليوم، شو ربحوا معنا؟ يلا طلعوا لنا الاسم على الشاشه. بدي اقول الف مبروك لنانسي الزقور، ربحتي معنا من عند ديرماجلو، الف مبروك لك تقشير كربوني. وبدي اشوف مين اللي ربح معنا ثاني جائزه من الكسيح، سهى ابو صباح كمان الف مبروك. الف مبروك لإلك. يا سهى يعني اطبخوا وانفخوا وتجملوا واعملوا اللي بدكم اياه وتذكرونا. كمان ياسمين حبيبتي شكرا كثير لك، انبسطت انك سمعتيني لانك بعتي لي المسج من قبل، وبتمنى اتعرف عليك يعني فيس تو فيس شخصيا. جيبوا الكاميرا يا علي 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 يلا الكاميرا يا علي. بس الجبنه شوي هيك انت. هي مش تبعت فطيرة المزرعة ولا فطيرة الفلاح، في اشي هيك كان؟ لا هذيك فطيرة الراعي. الله بركز يا تمارا. كتكوتة تمارا صراحة. هي ايش اسمها قلتي؟ الراعي. فطيرة الراعي هديك صح مزبوط. والله هي مركزة على الآخر تمارا صراحة. والله بتشبهها. والله انها بتشبهها، بس هذيك ما بتنقام هيك. ما أحلاها هانية. طب شو اعمل فيكي وانت فنانه هيك حبيبتي؟ كيف اطلع لك عيوب؟ هاي لازم اعطيك اياها، هاي لازم اطلع لي عيوب. هلا بهجم عليك. اسمعوا كثير ناس بيفكرونا انه تمارا بنتخانق، لا احنا ما بنتخانق، انا بحبها كثير لتمارا. خلص هلا مش راح بصير عليها دم لا لا مش لهالدرجه. هيها اورجيكم من جوا قديش هي شكلها حلو. والله قبلتي تفتحي لنا اياها وندوقها وهيك. يا سلام شوفها. يا ليفون صراحة طالعة زي قلبي. أظن لازم نحطها على صحن عشان يقدروا يشوفوها أكثر. استني أنت بس اطلبي صحون وفناجين ومعالق. بدك صحن؟ هيها إذا ممكن. يعني إذا لقيتي. ما لقيتش صراحة. ما لقيتي؟ كان في واحد أسود شكلها أخذته وزيرة. يلا هي هذا. يلا. يا
هلا هيك بدنا نكون. بدي ارجع اذكر كل يلي تابعونا اليوم بشكل سريع. هانيه ذكرينا شو طبختينا شو عملنا اليوم. عملنا اكل تركي، عملنا فطيره تركيه، وعملنا شوربه العدس التركيه، وعملنا سلطه الكسر اللي هي بتشبه الايتش كمان، تقريبا نفس الايتش، وعملنا كمان الحليب التركي. عملنا كيش المره الجاي. عملكم كيش؟ اوكي. يا الله شو بحبه. بعملك اياه. ايش الاونيون سوب؟ اونيون سوب. طب خلص تمام. اونيون سوب وكيش الحلقه الجايه. هي حطت لكم المنيو. الله يرضى عليكي. يوم الاحد بس عشرت الاونيون سوب تعمل لي اياها بالخبزه. مش قادره انا اقسمها لانها كثير سخنه، هي لازم طيب. تتركوها شوي تبرد وبعدين تقسموها. طيب هيك ذكرينا مره ثانيه قلتي لنا الفطيره التركيه عملنا، والكسر، والرز بحليب، وكمان ايش كمان عملنا انتي ذكريني. والسلطه نحمر ومركزه معانا. وبهيك بتكون حلقتنا خلصت لليوم. للاسف الاوقات الحلوه بتخلص كتير بسرعه. لقائنا بتجدد معكم بكره بحلقه جديده من بهار ونار، وما تنسوا حلقه يوم الاحد رح تكون بتولع نار مع انا ودمارة. خلص باي. رح تحطي لي المنيو كمان.